حرص على سمعة الحزب من باب أو من جانب الحب ديالهم من السيد الرئيس سي عزة خنوش، وكيرفضوا كانوا كيرفضوا بأنه تكون شي نتائج غير مفرحة، خصوصا والطرح اللي طرحوه بأن جميع زعماء الأحزاب السياسية التي قدمت ترشيحا لها في دائرة الحسيمة وفي دائرة مكناس طلعت كدير الحملة إلى التجمع الوطني للأحرار، ما طلعت شي مسؤول حزبي باش يدير الحملة. وقلت لهم بالحرف، كان حاضر الأخ سيد حسن السعدي، نحن نهار الاثنين سنربح دائرة الحسيمة وسنربح دائرة مكناس. كيفاش انت تعلم عن الغيب؟ يوم الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، ويوم الاثنين في اعز او في عز الحملة التبخيسية التي يتعرض لها الرئيس والحزب. علاش الرئيس حضر في تيميطار؟ وعلاش الحرائق في العرائش وفتازة؟ وعلاش ما تشوفش ديروا الحملة مع الإخوان المرشحين؟ قلت لهم ودي غادي ننجحوا في الحسيمة، ماشي مرشحين باش ننجحوا، مرشحين باش نحتلوا الصدارة. وهكذا كان. وفي مكناس بما أنه كان مقعد واحد، ماشي غادي ننجحوا، غادي نفوتوا المنافسين 43 صوت أو 75 صوت بثلاثة أضعاف، بمعنى لو كانوا أربعة المقاعد كنا غنجيبوا ثلاثة وذكر الثاني غادي يجيب واحد. أين يكمن السر؟ التأثير، الدور ديالو لا أثر له، لا أثر له. وقبل ما تظهر النتائج، يعني النتائج كان صناديق الاقتراع كتشد في السبعة العشية ويبدا الإحصاء، مشاو وجدوا لي بوست وكتبوهم، قلنا لكم غلاء المحروقات وهانتم النتيجة وهانتم سقطتوا. هذا أنا أتأسف أنهم في الليل باتوا مساكن فيهم، عندهم واحد الغصة في القلب، ذاك الحلم ديالهم لم يتحقق. ونجحوا الإخوان ديالنا ديال التجمع الوطني للأحرار، الأخت صوفيا الطاهري والأخ أبو طاهر الطاهر. شنو غنضامنوا معاهم؟ هادو مساكن اللي مراضين اللي دايرين هذه الحملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ندعيو معاهم الله يشافيهم، الله يشافيهم. في آخر المطاف كيبقاو مغاربة خوتنا، لا لا، الله يشافيهم والله يهديهم الطريق الصواب.